أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فترة المكية وفترة المدنية، فترة مكية كانت يعني الصحابة كانوا في وقت ضعف، وكان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الواقع المكي يختلف عن تعامله مع الواقع المدني لأسباب كثيرة. الأمر الأول، كان المسلمون في ضعف. الأمر الثاني، لم تكن الشريعة قد اكتملت. الأمر الثالث، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منعة ولا قوة. الأمر الرابع، أن الإسلام لم ينتشر ولم يتسع في الآفاق. فهذا تؤكد أن الواقع المكي يختلف عن الواقع المدني. فالإنسان حين يكون في ضعف يتعامل مع هذا الضعف بما توجبه الشريعة، لا يتنازل عن مبادئه ولا يساوم على دينه، ولكن لا يقدم مقدام الذي له منعة وله شوكة وله قدرة، في نفس الوقت يراعي المصلحة ويدرأ المفسدة، فيتعامل مع هذا الواقع بشيء من الحكمة، ويتعامل مع الواقع الآخر أيضا بشيء من القوة والحزم وقول كلمة الحق وما يتعلق بذلك. أما إيجاد واقع مكي كلي على واقعنا فهذا ليس له أصل في الشرع. إيجاد واقع مكي كلي على واقعنا هذا ليس له أصل في الشرع. نحن على الآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لنبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن حين تأتي فترة ضعف يمكن الإنسان أنه لا يقدم لأن خشية أن يذل نفسه أو خشية أن يفتن في دينه، ليس لتغير الحكم الشرعي ولكن لذات الرجل. ولذلك لو أراد أن يقدم وعنده قوة وعنده منعة كان هذا محمودا أمره للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أما تزويل الواقع المكي على واقعنا هذا في الحقيقة من أخطاء بعض المعاصرين، وهذا أثر من أثار الدعوة والتنظير الفكري بدون علم. هذا أثر من أثار الدعوة والتنظير الفكري بدون علم، لأن المنطلق يكون علميا، المنطلق الفكري التنظيري أو المنطلق النظري أو منطلق الحركات، بعض الحركات الإسلامية تعالج وضعها مستأنسة بالوضع المكي، وهذا غلط، لأن الوضع المكي لا ينزل كله على واقعنا، لأن بالتالي نسلخ كثيرا من الثوابت الشرعية. وفي نفس الوقت إن الواقع المكي لأن الشريعة ما اكتملت، بينما نحن الآن في واقع اكتملت فيه الشريعة. الأمر الآخر، أنه مع وجود الفترة المكية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي شيئا من الحق. المواجهة نعم لأسباب، لكن كون النساء يخفي شيئا من الحق كواقع كثير من الناس الآن لا يقول الحق، لأنه يعتبر نفسه في واقع مكي وتكون أسلحة سرية وما يتعلق بذلك، وهذا غير صحيح وليس له أصل. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.